فيم خلصت القهوة؟ الحين تجهز. من اللي جانا؟ هذا جارنا القديم بالديرة. وش يبي؟ ما أدري. طيب ما تبي تعشي؟ إلا. طيب روح جيب عشاء. عشاء؟ روح جيب له مندي. جيب مندي؟ لا أنت اللي تسوي العشاء. بس إحنا ما عندنا في الثلاجة إلا دجاج. زين شوفي لنا دجاجتين وطبخيهن على كبسة. يا سلام. أنت بتفضحنا؟ تبي الناس يتكلمون علينا؟ يا سلام، وأنا راك مديون على راسي إلا كلام الناس. أنت بعها وأنت فاخر والضحية حضرتي. يعني تبي تعشي الرجال دجاج؟ من اليوم ورايح ما فيه إلا دجاج. والضيف إذا كان غريب ومبطي أنا ممكن شوف له ذبيحة صغيرة بس. لا، الظاهر أنك تبي تفضحنا قدام الناس. الناس اللي تقولين عليهم ذولا يوم كثرة ديوني وكثرة مشاكلي ما حد وقف معي منهم. بس يلا صلحينا القهوة والشاي وصلحينا العشاء. أمرك أمرك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هلا هلا. كيف حالك أحمد؟ الحمد لله. شخبارك؟ الله يسلمك. الحمد لله. ها ما جاء المدير؟ المدير اليوم بيتأخر إلى الساعة 9. عموما أنا جاي معي ذا الكتب وتراني ترجمته. أبيك تستلمهم مني وأول ما يجي المدير تسلمهم إياه. زين بعد هو مصيني عليك يقول لك هذا طال عمرك الظرف فيه الكتاب اللي ترجمته. أوكي. بس يقول لك راجع زين قبل الطباعة. طيب. ويقول لك انتبه للكلمات اللي مصلح فيها الأخطاء ذي راجعها تمام تمام على أساس بكرة يستلم منك الساعة 8. ماشي اوكي. بكره الساعه 8 ان شاء الله اكون هنا باذن الله. هيا كذا هذا ماشي تمام. الله يخليك. مع السلامه. يا هلا. السلام عليكم جماعه. السلام عليكم. اوكي باي بدر. يما انت وين تروحين؟ انا يروح شغل. طيب خذيني معك ترى زهقت مليت من الغرفه. فين ياكل انت؟ خذيني معك الشغل. نو ممنوع كمبني ممنوع دخول. خلاص انا قعدت. بدر انت فيه يطلع يروح يتمشى؟ لا ما ابي اتمشى. لا اعرف احد ولا احد يعرفني. اوكي انا فيه يروح شغل. اوكي يما اعطيني فلوس. ما عندي فلوس. انا ما في فلوس. من وين يعطي انت؟ اوكي باي. يا حليلك يا بلدنا اللي ما يعرفك يحن عليك ويساعدك. علي وين ودك الشغالة؟ تنزلت مع الواحد ثاني غيري. يا سلام ليش؟ لعدة أسباب. ممكن أعرف شنو هي هذه الأسباب؟ أولا ما احنا محتاجينها. وثانيا؟ ثانيا أنا علي ديون وأبغى أسددها. وقدرت تسدد ديونك؟ على الأقل سددت جزء منها ووفرت راتبها 600 ريال. 600 ريال؟ وش هي 600 ريال؟ بالنسبة لك وش هي 600 ريال؟ لكن بالنسبة لي 600 في 12 ب 7200 اوفرها، مو هو انا اولى بيها؟ مو هو انا اولى بيها يا ريم؟ ولا انا غلطان؟ ولا انا غلطان؟ سمي بغيتني بشيء؟ اي نعم يا ولدي، اقعد اقعد معك في الموضوع. سم ان شاء الله. اسمع يا ماجد يا ولدي. سمي الاسبوع الجاي ان شاء الله نبغى نقيم الزواج. زواجنا يا نعم زواجك انت وحمود. حنا كنا نبغى نفرح في زواجكم انتم يا الثلاثه في ليله واحده. لكن وش نسوي؟ الله يهدي بدر. طيب لو نصبر شوي لين بدر يجي على الاقل. لا يا ماجد نفذ الصبر. خلاص ما عاد فيه صبر اكثر من كذا. بدر ما عاد هو براجع وانا ابوك. يبا ارجوك رجاء تنسى الموضوع هذا نهائيا. غصبا انساه غصبا انساه يا ماجد. وش اسوي؟ المهم سب. من بكره
انجهز. متضايق، متضايق يمه طفشان. انت ليش متضايق؟ يمه متضايق، متضايق من السجن اللي انا فيه. انت ممكن يطلع ما في مشكلة، انت ليش تسجن نفسك؟ وين اطلع يمه؟ وين اطلع؟ ما اعرف احد. بعدين ما عندي شغل اتسلى فيه. يمه انا ما عندي فلوس. اوكي انا لازم يروح شغل مهم. انت لازم ينام زين، اوكي؟ جود نايت. أنا السبب، أنا السبب في كل اللي حصل. ضيعت فلوسي على التباهي والعزايم وأخيراً ما استفدت شيء. يعني أنت الحين أبو ماجد مخلين زواج ماجد وحمود في ليلة واحدة؟ أي نعم يا أبو صالح. طيب وليش يا أخوي؟ أنت الله معطيك برا ما تخلي كل واحدة منهم زواجه في ليلة مستقلة. صحيح أن الله معطيني، لكن الله نهانا عن التبذير. يا رجال ما هنا تبذير، وهذه فرحة، والفرحة ما ودك انها تقضي بليلة واحدة. صحيح انها فرحة، وتعتبر فرحة العمر لكل اب، لكن لكل شيء حدود. طيب ابو ماجد، انت ما حسبت حساب الكلام الناس، بكره يقولون عنك انك بخيل. اذا كان التصرف بعقلانية وعدم اشراف في النعمة، خلهم يقولون علي بخيل. عز الله البخل بعيد عنك يا ابو ماجد، وانت معروف بإعانة المحتاج، واعمالك تشهد لك. اللي نسويه لله ما لنا فيه فضل. الفضل لله سبحانه وتعالى اللي رزقنا. الحقيقة كلامك مسكت يا أبو ماجد، ما خلت لي باب. ولا تهون يا أبو صالح، تراك أطيب مني في أمور واجد. ها عاد لا تخلينا نقلبها مدايح، قل لي بس الفرح متى إن شاء الله؟ ابتصلكم إن شاء الله بطاقات الدعوة وفيها الموعد والمكان. ألف ألف مبروك مقدمة، وياليت يا أبو ماجد كل الناس تسوي مثلك. التفت يمينك وشمالك يا ابو صالح، وبتلقى اللي مثلي واحسن مني واجد. علي؟ نعم. انت اليوم استلمت الراتب صح؟ نعم، ليش؟ في طلبات للبيت. والطلبات هذه ضرورية؟ اكيد ضرورية، وانا ما فتحت لك الموضوع الا وعرفت انك استلمت الراتب. وريني الطلبات شو؟ تفضل. ايش فيك يا علي؟ هذا اول يا ريم. شلون هذا اول؟ يعني الطلبات هذه ما انا جايبها. انت انهبلت يا علي؟ لا وانت صادقه، انا توني صحيت، كنت مهبول، لكن الحين عقلت. عقلت يا ريم. ايش تقصد يا علي؟ اقصد مد رجليك على قد لحافك، وانا لحافي قصير، فهمتي ولا لا؟ لا فهمني أكثر. تفضلي. يلا. بدر أنت ليش في ينام هنا؟ يمه ليش تأخرتي؟ أنت مالك دها، هنا ما في أحد يسأل أحد، كل واحد حر، كل واحد يعمل اللي يبغي. يمه أنا ما عندي فلوس. بعدين أنت عندك فلوس، أنا ولدك. أنا ما في فلوس، فلوس في مشروع مزرعة، مصنع يبقي فلوس كتير. شوف أنا يشتغل نص الليل، كل واحد يشتغل هنا. أنا قلت لك هذه كلام 100 مرة. وبعدين شو أسوي الحين؟ أنت سوي اللي يبقي. يعني يرجع؟ لو يبقي يرجع، يرجع.
سامحك يا وليدي يا بدر. ليش رحت وخليتني؟ ليش سويت فيني كذا؟ ليش ما خليتني افرح فيك انت واخوانك دام انا حي؟ ليش؟ ليش يا بدر؟ ليش؟ ارجع ارجع يا بدر، ارجع يا بدر، ارجع يا بدر. ابو ماجد، ابو ماجد ايش فيك؟ اذكر الله، بدر ما فيه الا الخير. بدر، بدر حرامني من الفرحة يا أم ماجد. صدقني يا أبو ماجد، مصير ويرجع، بس أنت ارحم نفسك، من اللي سويه؟ ما ظنيت إنه يرجع. خلاص، خلاص أنا فقدت الأمل. بدر ضاع، ضاع، ضاع يا أم ماجد، ضاع. ضاع 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 ضاع. يعني هذه خطتك اللي بتمشي عليها يا علي؟ اي نعم. خلاص يا ريم، انا بنيت احلام واحلام وهميه، كل يوم اروح اتسلف من وقت جديد، وبعضهم يعطيني وبعضهم يردني. يا ريم انا حياتي ابغى ارتاح فيها، انت زوجتي، سكني، اذا ما ريحتيني ما الحياه فايده. تحبين تجلسين معي اهلا وسهلا، ما تحبين تجلسين الله معك. انا معك يا علي، احنا لازم نحسن وضعنا، وهات القائمه علشان أخففها شوي. كفو يا بنت عمي، والحمد لله أنك راجعتي نفسك. أنا معك علي في اللي تقوله واللي تسوي. أيوة، لا 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 لا، خلاص أنا بنفسي بقوم بهالمهمة. بس بقولك شيء. أيوة أيوة، بقولك شيء، بشرط أنك توفي بوعدك، توفي بوعدك لي. خلاص خلاص ما يخالف، بعد يومين، بعد يومين إن شاء الله تكون عندك. خلاص؟ إن شاء الله. لا 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 لا، أوعدك، أوعدك إن هالأمر يكون سر بيني وبينك إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. طيب خلاص، مع السلامة، مع السلامة. من هو ذا ماجد؟ أبداً، هذا واحد من الزباين. من الزباين؟ وش هو من الزباين؟ من الزباين اللي كنت موعده بضاعة وكذا. عرفك عرفك يا اخوي حمود، بروح اشوف العمال وش يسوون. ها بضاعة؟ يجوز، ليش لا؟ الحقيقة يا أستاذ صالح احنا شاكرين لك جهودك. العفو العفو، الحقيقة هذا واجب والواجب لا يشكر عليه. على العموم الترجمة كانت جيدة واضحة ودقيقة، أتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. على فكرة أنا طلبت يصرف لك مكتب. يصرف لي مكتب؟ وليش الله يسلمك؟ علشان تحافظ على الأوراق والكتب اللي تترجمها وتسكر عليها في المكتب، وإذا صار عندك وقت تجلس بالمكتب. الله يعطيك العافية، ما قصرت. بإمكانك تتفضل لو حبيت. إن شاء الله، بس في موضوع يعني خارج العمل أحب أناقشك فيه إذا ما عندك مانع. طبعا طبعا، تفضل أنا حاضر. الحقيقة أنا آسف لتدخلي، ولكن عسى ما أنت بزعلان يعني على بدر واللي صار منه. لا 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 لا، لا زعلان ولا شيء، هذه مسألة قسم النصيب، وبنتي ما لها نصيب مع بدر، ليش أزعل؟ يعني أنا قلت يمكن أستاذ فايز أنك يعني ماخذ على خاطرك شوي من هنا ولا من هنا. أستاذ فايز أنت ما تعرف بدر زين. لا أنا ما أعرف شيء عن بدر. إيه هذا قصته طويلة عريضة،
وش اللي عريضة وطويلة؟ الحين أقول لك القصة وش. شرتبك يوم جيت؟ لا 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 لا، الموضوع فيه سر. أخوي ماجد عمره ما خبى عني شيء، حتى أدق أسراره. إيش معنى هالمكالمة الغامضة هذه؟ العموم بكرة تبان الأمور. هاي ريم، أنا راح الدوام، تبين شيء قبل ما أجي؟ الله معك يا علي، سلامتك. بس ايش تبي على الغدا اليوم؟ اي شيء يعني مثلا ايش تبي؟ والله لو تصلحين سندوتشات كان يكون احسن. اللي تشوفه. مع السلامه. مع السلامه. الله معك يا علي. طيب ليش ما تروح للمعرض تتسلى فيه؟ غير هناك. ولمتى بتجلس على هالحالة يا أبو ماجد؟ وش يسوي بس؟ هذا اللي الله كاتب علي. تعوذ من الشيطان، وإذا كنت بتستمر على هالحالة خل ماجد ولا حمود يسافروا لبدر وجيبه. لا، ما ابغى احد يجيبه. بدر لو يبغاني ما راح عني. طيب احط لك الاكل؟ لا، مالي نفس في شيء. خليني ارجوك، اتركيني في اللي انا فيه. معقوله؟ اي نعم. ابو ماجد حالتك اليوم من سيء إلى أسوأ، وصدقني لو تشوفها الحين يمكن ما تعرفها. والله غريبة، أنا ما دريت بكل اللي صار. أبو ماجد مضايق من اللي صار له واللي سواه بدر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الموضوع ما يستاهل كل هذا، وأبو ماجد إنسان طيب، أنا سألت عنه وعرفت إنه أجودي وابن حلال. هو فعلاً طيب وأجودي وابن حلال، لكن مشكلته إنه حساس شوي. ولا يهمك، اروح انا وياك هالحين له ونطيب خاطر. جزاك الله خير، يلا مشينا. اخذ بشي بس. اي تفضل. السلام عليكم. السلام. السلام. يا هلا. ما شاء الله يبا زينا اليوم. اي والله، مره الاخ فايز بغيت هم موضوع، اقول وش رايك تروح معنا؟ اي لا لا لا، صالح لازم يروح معنا. اي اروح معكم وين يا جماعه؟ ودنا نروح لابو ماجد. ابو ماجد؟ اي حس ما في شيء لا سمح الله. لا لا لا، ما في شيء، احنا نبغاه بموضوع. اركب معنا بالسياره ونعلمك عن الموضوع. اي يلا. يلا خير ان شاء الله. تفضل تفضل. سلم.
وانت بتروح؟ أروح ادور فيلا. فيلا؟ ايه. وايش تبي بها؟ اطمئني اطمئني، لا يروح فكرتش بعيد. ادور فيلا دورين الماجد وحمود. ليش؟ شلون ليش؟ علشان اذا تزوجوا يسكنون فيها. طيب ليش ما يسكنون عندنا؟ لا 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 يا ام ماجد، خليهم ياخذون راحتهم احسن. بس دور لهم فيلا جديده. طبعا لازم تكون جديده، اجل اخذ مستعمله وباخذها باللي تكون، المهم انها تكون مناسبه ويرتاحون فيها. الله يخليك لهم ان شاء الله ذخر. وانت بعد. طيب مع السلامه. مع السلامه. وش دعوة يا ابو ماجد؟ شفناك قطعتنا، لا زرتنا ولا زرناك، قلنا نهاجم عليه احنا. الله يسلمك، ما قصرت بالحقيقة، لكن تخبر مشاغل. يا ابو ماجد وش المشاغل؟ لو الواحد يبي يطرد ورا المشاغل ما حد شاف احد. صدقت يا ابو ماجد، الشغل عمره ما ينتهي يا اخوي، كل مطرود ملحوق. خصص وقت زر فيه ربعك، جماعتك، اصدقائك. نعم. صرح مك يا اخوي. نعم صلت في هذه صدقت، وحقكم علي يا جماعه، خلاص اسمحوا لي هالمره. طيب احنا عاد يا الربع نبي نبتل واقفين ولا نرجع؟ لا 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 نرجع. حياك الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا هلا ومرحبا، تفضلوا تفضلوا، حياكم الله. ما شاء الله، بسم الله. الله يسلمك. بسم الله. هلا 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 ومرحبا. لا اله الا الله، حياكم الله. يا مرحبا. مرحبا فيكم والله. الله البركة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طول عمرك. اقول ابو ماجد، الظاهر عطلناك عن شغلك. لا لا ابد يا ابو صالح، ما انا عطله، انا كنت طالع نبي ادور لي فيلا. ما شاء الله، وفلتك هذه؟ لا الفيلا الظاهر العيال ابغاهم يتزوجون ويسكنون فيها. ايه ما شاء الله. وعساك لقيت فيلا يا ابو ماجد؟ لا الحين يا ولدي يا صالح. عجل ما دام انك ما لقيت فيلا يا ابو ماجد، فلتك عندي، فلة زينه وموقعها ممتاز. لك؟ اي نعم. وابى ابيعها اليومين ولا يبغى لي تنعل ابو ماجد. جعلك تسلم والله. ما قصرت. وبكم تبي تبيعها؟ لا لا على طول عاد، وبكم؟ خل عنك السعر، اول شيء تشوف الفيلا، تمشى، تشوف الملاحق، تشوف المسبح، تشوف موقف السيارات. على خير ان شاء الله. على اذنكم اشوفك. تفضل تفضل يا ابو ماجد. تفضل. الله معك. يا جماعه انا ملاحظ ان ابو ماجد متاثر بالحيل. فعلا. نعم فعلا استاذ فايز، متاثر جدا، عشان كذا احنا لازم نقف جنبه ونساعده. طبعا لازم. اكيد أوكي. تفضل يا اخوي خالد. مشكور، زاد فضلك يا علي. لكن قليله يا علي هذه. تصور يا اخوي خالد ما بيجيني من راتبي الا 1500، يعني مصروف البيت، وهذه 7000. والباقي؟ وكم باقي؟ باقي لي 37000. يعني ما ممكن اعطيك اياه على اقساط شهريه؟ ايه بس يا علي انا بشتري لي بيت ومزنوق، لو ماني مزنوق ما طلبتك. اخوي خالد اذا ما تقف مني انت، من يقف مني؟ ساعدني شوي وخذها مني على اقساط. يا اخوي حتى انا مثلك يا علي. زين زين، يكون خير ان شاء الله. عنك عنك. خلنا يا رجال. عنك يا ابو ماجد. خلنا يصب يا ابو ماجد. تسلم. تسلم والله تسلم. بس سميبا تسلم. أقول يا أبو ماجد. سم. وش بلاك متغير بهالشكل؟ أنا؟ لا لا أبداً، ما فيني شيء. اسمعني زين يا أبو ماجد، لا تزعل نفسك ولا تضيق خلقك. المسألة مثل ما يقولون قسمة ونصيب. أنا تراني ماني زعلان. المسألة زي ما قلت لك قسمة ونصيب. وأكيد إن بنتي ما لها نصيب مع ولدك بدر. صدقت. كفو والله يا استاذ فايز، كفو.
وشو لها سهل؟ وقوم الدنيا وقعدها، انسى الموضوع يا ابو ماجد انساه، وترى ولدك بدر مثل واحد من عيالي. جزاك الله خير يا استاذ فايز، وكثر الله من امثالك. صاير متضايق قريب. متضايق من ايش؟ في واحد يطلبني فلوس وطالبها كلها. طيب ورا ما تدفع له. من وين يا ريم؟ من فلوس راتب الشغاله والوظيفه. بس يا ريم اللي يطلبني اكثر من واحد. طيب حاول تدبرها يا علي. انت تقدرين. تقصد ذهبي؟ ايه يا ريم ذهبت. خلاص يا علي، انا والذهب نفداك، بس ان شاء الله تقدر تحل مشكلتك. يا ريم اقدر احل مشكلتي ومشكلتك ومشكلة البيت كله، ويشيل عني اخطبوط الدين اللي كابس على دماغي ما انا قادر اركز. يا ريت تسامحني يا علي، أنا بالفعل أسرفت شوي. شوي؟ خلاص يا علي. أقول يا الربع، وش رأيكم نطلع كلنا ويشوفوا الفيلا مع بعض؟ صحيح، وش رأيك تطلع معنا في سيارة واحدة؟ لا خلوكم انتم في سياراتكم وانا بركب سيارتي عشان عقبها اروح للمعرض. خلاص اجل خليك على راحتك وامشي ورانا. بس هي بعيد ولا قريبه؟ لا قريبه هنيه يا ابن الحلال، يلا مشينا بس. طيب توكلنا على الله، رايك باللي في نصيب. امين يا رجال، اترك عنك الهواجيس ويلا مشينا بس. توكلنا على الله. يلا 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 انا وراكم امشي بس وانا وراكم. يا اخوي قايل لك النمر غلط، ما هي بتحويله المدير الله يهديك. زين اسمع اسمع، انت تطلب السنترال وقل له اعطي تحويله المدير ويحولك عليه. وشو؟ من اقول له؟ طيب طيب حاضر حاضر، مع السلامه. معليش يا اخ ثامر، سامحنا سامحنا اللي حصل منا في الايام الماضيه، وراح اللي راح، وان شاء الله ما تتكرر مره ثانيه. صدقنا يا اخ ثامر ما كنا قصد لا نحتقرك او نهينك، واللي تصرفتوه معي طول الوقت. ثامر الواحد لازم يكون صادق مع نفسه واخوك. رحم الله مرين عرف قدر نفسه. انت يا اخوي ثامر تكذب على الناس حتى على اقرب الناس لك،